السلام عليكم. اليوم نقف على الأشغال نتاع ازدواجية وتحسين المسار نتاع الخط السكك الحديدية بولاية تبسة، واللي يقع بالخط هذا المنجمي اللي يقع في بلاد الحدبة على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب مدينة عنابة باتجاه الجنوب. إذن نخليكم تتابعوا الفيديو هذا حول الزيارة نتاع والي ولاية تبسة إلى المشروع نتاع ازدواجية وتحسين الخط المنجمي للسكة الحديدية الواقع في إقليم ولاية تبسة. إذن والسلام عليكم.